والحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب. في البداية أهلا بك وسهلا معالي الرئيسة. طبعا بعد مرور عام على تدشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، ما الكلمة التي توجهينها بهذه المناسبة؟ كل الشكر طبعا. بداية اسمحي لي أن أتشرف بأن أرفع بالغ الشكر والتقدير والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، اللي رسخت بحكمته المسيرة الديمقراطية وارتكزت على رؤية النهضة الوطنية وتعززت في عهده الزاهر قيم التسامح والتعايش والسلام، وانعكست جميعها في المواطنة الصالحة والولاء والانتماء للوطن. وحين نطالع كلمات وتوجيهات جلالة الملك المفدى نتحسس فعلا أهمية تعزيز قيم المواطنة والولاء باعتبارها من أهم الثوابت الوطنية واللي ينبغي ترسيخها في أبناء الشعب جيلا أسر جيل، لينعكس حب الوطن إلى سلوك مسؤول ووعي مدرك للواجبات الوطنية. ولا شك إن في المبادرة المميزة التي دشنا من خلالها معالي الفريق الأول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وقبل عام واحد طبعا الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة، ترجمت فعلية لتوجيهات جلالة الملك الله يحفظه لتأصيل مفاهيم المواطنة الإيجابية فكرا وتطبيقا، وسعيا مباركا لتعميق الهوية الوطنية اللي تمثل ضمانة للاستقرار في الوطن. وإحنا طبعا بدورنا في مجلس النواب ندعم كل الخطوات والبرامج والخطط والمبادرات اللي تطلقها كافة المؤسسات الرسمية والأهلية تجسيدا للتوجيهات الملكية. ونتمنى أن يكون هذا اليوم اللي هو يمثل ذكرى إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة يوما وطنيا هاما تتضافر فيه كل الجهود وتعد لأجل البرامج متنوعة لتستوعب كافة أفراد المجتمع صغار وكبار رجال ونساء. مثل ما احنا ايضا في مجلس النواب نحرص كل الحرص على تقديم برامج نوعيه تدخل في اطار تعزيز الانتماء الوطني، وهي طبعا متعدده من مشاريع كثيره من ضمن برنامج الثقافه البرلمانيه. ايضا قدمنا كثير من ورش العمل المتعدده اللي احتوت كل الاطروحات وتتوافق مع كل الاولويات الوطنيه للمشروع الاصلاحي لجلاله الملك، وتستهدف طبعا ترسيخ قيم المواطنه. اما على مستوى تفعيل الادوات التشريعيه فانا شخصيا قدمت اقتراح برصه لتطوير منهج المواطنه المقرر في مدارس البحرين، لما طبعا لهذه المناهج المدرسيه من اثر بالغ في التنشئه الاجتماعيه وايضا له اثر كبير في خلق جيل واعي باهميه الهويه الوطنيه والتسلح بحب الوطن والاعتزاز بماضيه وحاضره. وهنا ايضا طبعا لا يفوتني الا ان اشكر وزاره التربيه والتعليم طبعا بتفاعلها وتجاوبها الايجابي مع هذا المقترح. كما ايضا اود الاشاره والاشاده هنا ايضا بالنهج الانساني والوطني اللي تشوفين فيه الشعب البحريني كافة في الحملة التطوعية لمكافحة فيروس كورونا. شيء صراحة يفلت الصدر ويتعب الإنسان أن يعبر عن مدى وعي الشعب البحريني وإحساسه بالمسؤولية المجتمعية والصورة الحضارية لهذا الشعب اللي قام بدور وطني عظيم. العدد وصل أكثر من 5800 متطوع حتى الآن اللي يبقون فقط يساهمون مساهمة إيجابية مع الفريق البحرين، كما قال صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه وهو أيضا طبعا قائد هذا الفريق فريق البحرين، بأن كل من موقعه يستطيع أن يساهم مساهمة إيجابية من أجل التكامل والعطاء ومن أجل خدمة المجتمع. فلله الحمد هناك ترسيخ قيم المواطنة اللي احنا حقيقة نحرص على المحافظة عليها وتقويمها بكل ما يعزز الولاء والانتماء.
ختاما اسمحي لي ايضا ان يعني اشكر جميع القائمين والحريصين على استمراريه عمل الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني، واتمنى لهم دوام التوفيق في خدمه الوطن والسير على نهج قائدنا الحكيم جلاله الملك الله يحفظه ويرعاه. معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زين رئيسه مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.